عملية مشتركة بين الإدارة العامة للمصالح المختصة وإدارة الشرطة العادلية اتعادت الإدارة الفرعية القضايا الإجرامية أثر ورود معلومات مفادة تعمد شخص من سكان ولاية منوبة ترويج أجهزة إلكترونية صالحة للغش في يتم استعمالها من قبل التلامذة والطلبة لإجراء الامتحانات الوطنية. نصب كمين للمعني تم القبض عليه، حجزنا عنده مجموعة صغيرة، تحولنا معاه للمحل سكناه، زدنا حجزنا في حدود 90 سماعة انت تستعمل تقنية البلوتوث لإجراء الامتحانات الوطنية. يتم ترويج الوحدة الإلكترونية هذه في حدود مبلغ 700 دينار للوحدة، وتتخذ أشكال مختلفة حسب الحالة. فما هذا ما عقد يتم وضعه تحت الحواج، يلبسوا التلميذ تحت الحواج، يكون مزود بشارجور وبواحد، ويتم استعمال سماعة في لون شفافة توضع في الأذن ما تظهرش، هذه يتم تلقي من خلالها للمكالمة. فما الشكل المذاي متاع القلم زاد يظهر قلم ستيلو عادي من برا عادي، إلا أنه من داخل هو فيه إرسال البلوتوث كذلك للمتلقي. فما ذي ساعة زاد حجزناها في طور التحضير زاد كيف كيف. فما كارتة كتشوفها عبارة مفتاح متاع سيارة عادي، إلا أنه مزودة بكارت سيم من داخل كارت سيم، ويتم استعمال كذلك اللاقة هذه بلوتوث. فما زاد اللقرات النسائية زاد متاع السوق موجودين عادي. بالنسبة للفتيات يتم وضعها بالنسبة للبنات وتشدها هيك معناتها ما تظهرش وراء الأذن، ما تظهرش لكن تذكير. فما زاد قبعات هذه مزودة بدارة كهربائية كاملة